أعطيني يا أحسن ما أقول لعمي. لا ما في، يلا حل عني ولا تلحقني لأنك بتشبه الفارة. عم تشبهيني أنت بالفارة؟ استني بدي أعوفك حالك. لك هدوا شوي، شو صار؟ شبكن أنتوا ليش عم تتخانقوا هيك؟ هي اللي جنبك فاتت لجوا وسرقت بوت عمي مادار. اختي ريكا خبري هذا الفارة إنه هذا سهري وبحق لي إنه اسرق له بوته وآخذ منه مصاري، وما تحلم إني رح أعطيك إياه لحتى أنت تعطيني مصاري. لحظة لحظة. أنت استنى شوي لا تتحرك. إيه؟ حبيبتي ما بصير تسرقي لأنه العرس رح يصير بعد شوي، ماشي؟ يلا أعطيني إياه. سويت مثل ما بدي. ولا مجنون؟ أنا بورجيك. كأنه مينو فكرت حالها إنه سرقت لك يا. إن شاء الله تكون أيامك كلها فرح بحياتك الجديدة يا مادر. راح شوف مين بيقدر يبعدك عني. من اليوم ورايح رح تضلي معي. حبيبي أنا بدي إياك ما تخاف منه لأني ما رح أتركك ورح ضل جنبك على طول. الموعد المبارك قرب فلا تأخروا بأداء المراسم، خلونا نبلش فورا. حبيبتي سومان خلصي انت كل المراسم اللي عليكن لبين ما تيجي امك بعد شوي، هي ما مطولة. يلا يا محترم بلش لو سمحت. انت شو عم تساوي برا؟ الحكيم جوا وكان عم ينادي لك.
بشو عم تفكر؟ موعد عرس بنتك سومان قرب. يلا يلا أخي. شبك كل الوقت وانت لساتك عم تحاول تلف وتدور حوالينا الموضوع. ليش ما عم تحكي السبب اللي خلى لالي تتأخر؟ قلي وينها بتعرف؟ سوميترا اسمعيني منيح، بتعرفي انت انه القمر بالشمس ما بيقدروا ينفصلوا بنوب عن نورهم، وهيك لالي ما في يتبعد عنه. فهمتي علي؟ هي هلأ وين رح تكون؟ يعني قاعدة جنب ابنك وبيكونوا مبسوطين مثل ما عمل لك، ولالي هنيك بالغرفة. ابني 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 شو يعني؟ اخلع الباب بالقوه. بعد ما تركتينا ما عرفنا كيف عشنا من دونك، والعرس وبهذا العرس الكل عم يستنوكي لحتى تفوتي لجوا، والفرحة هلا صارت مشانك انتي. وحبيبي اللي جوا شو اللي صار له؟ أنا هون، أنا هون، وراح راح أعتني فيه. خلص لا تخافي، جهزي حالك مشان تفوتي. هي
يا رب بارك هذا الزواج للعروسين وكللهما بالرفاه والبنين وباركهما يا رب العالمين. يا رب يا رب بارك هذا الزواج وكللهما بالرفاه والبنين وباركهما يا رب. أنا بارجيك. لازم تنادوا أمها للبنت لأنه لازم تكون موجودة بمراسم زواج بنتها. مرت أخي اليوم عن جد عن جد حرجتنا كتير. شو هالزمن هاد؟ صار الحكيم عم بينادي إمها للبنت وزوجها ما بيعرف مكانها. ما في مرة بالعالم تعمل هيك ببنت جوزها. شاملي؟ أهلين يا خانم، تعالي تفضلي فوتي، العرس مو حلو إذا ما كنتي فيه. ماما تعرفي إنه أختي سومان بكيت كتير بغيابك؟ حبيبتي أنت وين كنتي؟ صدقيني كتير خفنا عليك. عادي يا دكتور، الواحد بهاي المناسبات بينسى كل الشغلات القديمة، فهمتني؟ تفضلوا لعندي، أبوه وأمه للعروس. إيه تفضلي شاملة، أنت لازم تساوي آخر المراسم.
زعلانة منك كتير. لو انك ما اجيتي هلأ كنت ما تجوزت. لا لا تضلي هيك ساكتة، حسسيني انك ندماني. انا بحبك كتير. أبوها وأمها للعروس، حطي إيدها بإيد العريس. في مناسبة حلوة كتير مثل هاي وما بتتذكروا تجوا لعندي وتعزموني؟ وهي شو جابها لهون؟ لوها بيك؟ مين هي؟ ممكن تقلي ليش اجت على هذا العرس؟ هي بتكون مرت ابني وبتقرب غانجي الخادمة، وجوماني بتكون بنتها. حكيمنا بلش من بعد إذنك. يا رب بارك هذا الزواج للعروسين وكللهما بالرفاه والبنين وباركهما يا رب العالمين. شو عم يصير؟ كل اللي موجودين هون من قبل اشتروا لالي وهلأ ومن شانا باعوا الشخص اللي انتي بتحبي. ما دار يلا خلي العرسان يبدو بالمراسم. يا رب بارك هذا الزواج للعروسين وكلمهما بالرفاه والبنين وباركهما يا رب العالمين. يا رب يا رب بارك هذا الزواج وكلهما بالرفاه والبنين وباركهما يا رب.
أنا ما بعرف شو هو ماضيكي أو كيف كان، بس مستحيل فكر إنه ممكن تتركيني أنا وعيلتي بيوم من الأيام لو شو ما صار يصير. مثل ما وصتني أمي فنحن لازم نحط الصورة قدام الدكتور، وهي الصورة الوحيدة اللي عنا للسيد شيخار وحبيبته لالي، ولما يشوفها أكيد رح يتفاجأ كتير ونحن نتفرج. الصورة المجتمعين فيها مع بعض، وهلأ ببساطة وقعت واحترقت، وبظن إنه لازم ساوي شي شغلة تانية فورا. وهيك اكتملت مراسم الزواج. مبسوطة؟ يلا هلأ خدوا بركات كبارية العيلة. لو سمحت أنا بدي أقول لك شغلة مهمة كتير. فيك تجي معي على الغرفة بس شوي؟ يبارك فيكم. بارك فيكم. شاملي أنا آسف، بس قبل ما تقولي لي أي شيء في حكي بدي أقول لك يا إلك. الموضوع مهم ولازم تعرفي، وأنا رح أحكي بالأول وبعدين بسمع لإلك. لحظة، بشو كنت عم فكر؟ كنت عم فكر إنه كيف بدي أشكرك على كل شيء عملتيه مشاني ومشان مشان اللي عملتيه لعائلتي. يعني طول السبع سنين وانت سهراني على راحتنا وما قصرتي بشي وعملتي واجبك. انا محظوظ كتير لانك حياتي، قصدي لانك دخلتي بحياتي. وصدقيني انا بهالخمس ايام اللي بعدت فيهم عنك ما عرفت عيش من دونك. حسيت انه ناقصني شي كتير مهم، مشان هيك قررت احكي لك اللي بقلبي. بشرفني انه انا اتزوجك رسميا. شبك شاملي، انا من زمان نفسي اتزوجك شاملي. يعني انت الوحيده اللي دخلتي لجوات قلبي، وهذا الكلام هلأ صار لازم تعرفيه منيح، وأنا ما رح استنى أكتر، رح استغل هالموقف هلأ، لأنه الحكيم موجود عنا هون
رح أتزوجك هاي الليلة. انتي موافقة مو هيك حبيبتي؟ هلا رح اخذك واطلع فيكي لبرا وخلي كل الموجودين هون يشهدوا على زواجنا سوا. انتي موافقة مو هيك؟ خير في شي شاملي؟ إذا ما عجبك حكي قولي لي. أنا بدي إياك تكوني زوجتي. يلا جاوبيني، ردي علي، أنت موافقة ما هيك؟ بس أنا يا دكتور أنا بس أنا يا دكتور بدي أقول لك، لازم أقول لك، لازم أقول لك إنه لازم تعرف الحقيقة يلي هي. يلا احكي لي شو هي شاملة. بدي اقول لك انه اخي هذا انت هون وانا كنت قلقانه وعم دور عليك. يلا لازم نكمل المراسم. يلا شوي وبجي بس لنخلص حكي انا وياك. يلا يا اخي بعدين. طيب ماشي جايه. شاملة بعتذر منك، انا لازم اروح هلا، بروح شوي وبعد ما اشوفهم برجع لعندك ونتفاهم سوا. رايح بعدين نرجع نحكي. ايه بدي وقفوا لي الغني. بكفي بدكن اجرتكن ما هيك؟ ايه بدنا. خلص ماشي خدوا. الرفاه والبنين عبال البكاري. خدوا هدول. ان شاء الله الف مبروك. يسلموا. وهدول لقلك. انا ما بدي مصاري، بدي احكي معك، بدي شوي من وقتك لانه في شي لازم تعرفه. الحقيقه بدي احكي معك عن شي بخص عائلتك وكمان كتير بخص مرتك وبنتك. انتي مين حضرتك وشو بدك؟ كيفك يا دكتور؟ يا اخ ظهري لا تطلع فيي هيك، انا ما كان قصدي ازعجك ابدا، صدقني انا هون لمصلحتك. انا اجيتك لهون لخبرك كل الحقيقه.
الموضوع انه لوها سينغ هاد عمل هالمناسبه كلها ومزين هالزينه والاضويه وهو عامل كل هذا ليمثل عليك. ان شاء الله نفكر كل هذا الحكي مشان عرس بنتك. هيك بتكون غلطان كتير، غلطان كتير يا دكتور. هذا كرمال ابنه لانه مرتك شاملي كانت مرت ابنه واسمها لالي. شو هالحكي الفاضي؟ معقول لوها قال لي انه مرت ابنه ماتت وحتى انه اكد لي هالشي ودفنها بايديه؟ هالختيار عم يكذب عليك، كذاب كبير، كذاب كبير. كيف بتصدق هذا الحكي؟ هذا ابنه المجنون شيخار قوص بالمسدس على لالي وهي يا حرام وقعت بالنهر وقتها. كيف قدر يدفنها وهو اصلا ما لقى جثتها؟ عندك دليل على هالشي؟ عندي ثلاث شغلات بتأكد حكي، ثلاثة وأكيدين. الأولى لالي عندها وشم وبتلاقيه على إيدها واللي هو لالي. بعد ما انحرق بالنار راح نص الاسم وضل النص الثاني، وحتى أنا كتير متأكد إنه النص الثاني على إيد مرتك. بعد ما لالي وقعت بالنهر نزلت بنهر نارمادا، انت لقيتها بالنهر صح حكي ولا غلط؟ تذكر منيح. لقيت هاي البنت مرمية على طرف النهر، مدري مين مقوص عليها هون. هذا شيخار قوص بالنار على لالي وصابها بمعدتها، واكيد انت اللي شلت الرصاصة من جسمها. وأنا بتذكر كمان إنه وقت أجت الرصاصة بالجهة اليسارية من جسمي. أنا كل شيء قلت لك يا والدليل اللي عطيتك يا هو الحقيقة، ولأكد لك أكتر رح ورجيك هالصورة، شوفوا وحكم. شوف لي هالصورة. شفت دكتور؟ شفتها؟ من هلأ ما داروا بيته صاروا إلك وملكك، يعني هاد صار بيتك. مشان هيك أنا جاي وصيكي تنتبهي منيح. هلأ صار عندك مسؤولية كبيرة واللي هي العيلة، ولازم تحافظي عليها وعلى حالك. ديري بالك على بابا، بعرف ما رح تخليه وحيد. بس بدي قلك انه بعتبر ابي هو بطلي بهاي الدنيا، وانا ما بدي لبطلي أنه يحس بالوحدة بحياته. بتمنى منك أنك تحققي لي رغبتي هاي. وأنا كمان ما بدي يصير هيك، مشان هيك أنا لازم أحكي له قصتي، لازم يعرف كل شيء وكل اللي صار معي بالماضي. بابا؟ بابا
شاء الله مفكر كل هذا الحكي مشان عرس بنتك، هيك بتكون غلطان كتير، غلطان كتير يا دكتور. هذا كرمال ابنه، لأنه مرتك شاملي كانت مرت ابنه واسمها لالي. بابا، ما بديك تكون حزين. طيب لا تزعل. ايه، انا حكيت مع خالتي، هي ما رح تخليك تحس انك لحالك. عندي طلب، يمكن ما عاد تشوفوني هون، بس بدي منكم شوفكم جنب بعض على طول. صار لنا أكثر من ساعة عم ندور عليك. قال عمتي بدي إياكي هلأ عندها فوراً. يلا تعي معي بسرعة. يلا. إيه بابا؟ أنت شو واقف عم تساوي؟ يلا تعا معنا. أنتوا روحوا هلأ، في حكي بدنا نحكي. روحوا هلأ منلحقكم. طيب شو هو الشيء اللي بدك تحكي لي إياه؟ دكتور أنا بدي إياك. بدي أحكي لك كل الحقيقة، لأنه أنت لازم تعرف الحقيقة. احكي شاملي، شو هي الحقيقة اللي بدك تقولي لي إياها؟ شاملي، انت منيح انك هون، دورت عليك بكل القصر، عم دور عليك مشان يلا بدي اياكي تودعي بنتك، تعي معي. معلش بعدين، هلا عم نحكي شوي بس نخلص بلحقك اكيد. طيب حكيكن هذا بيتأجل لبعدين، ما أهم شي هلأ تكون أم العروس موجودة معها. هلأ مو ضروري، أجلوا حكيكن لبعد العرس. يلا تعي معي. فوت. شو كنتي رح تقولي للدكتورة؟ يلا فهميني شو اللي كنتي رح تقولي؟
كنت رح خبره الحقيقة، الحقيقة اللي صار لي عم دور عليها أكتر من 7 سنين. كنت رح خبره كل شي، وكمان عني وعن طبيعة علاقتي بهالعائلة. ما رح تقلي له أي شي، ما تحكي أي شي. بدي إياكي تنسي هاي العيلة وتنسي كل شي بخصها، بس تذكري شغلة وحدة، إنه لالي خلص ماتت. أنت شاملي، عم تفهمي؟ ليش عم تعملي هيك؟ لا اسمعيني بنتي وبس، أنت لازم تفهمي إنه لالي ماتت من زمان بالنسبة إلنا. لا تحاولي ترجعي لهذا القصر بنوب، خليكي بحياتك نفسها. الناس هونيك كلهم بيعزوكي وبيعاملوكي بكل احترام. أما هون رح يعتبروكي عشيقة. والله لو شو ما عملتي، حتى لو ضحيتي بآخر قطرة موجودة بدمك، ما رح ينسوا، رح يحاولوا يزلوكي، وأنا ما بدي إياكي أبدا ترجعي عالزل. بعد ما بعدتي، وقتها فقدت الأمل من كل شيء، وما عاد عنالي شيء، حتى الحياة ما عاد إلها أي قيمة بالنسبة إلي. وضليت هيك لحتى شفتك بعيني لابسة تياب ست غنية. من بعد سنين طويلة من غيبتك هلأ حسيت بالفرح، وعرفت إنه الله كان عم يعاقبنا لما اختفيتي. اختفيتي مشان تبعدي عن هالقصر، كانوا كلهم يستغلوكي بهالمكان، وهلأ جابوكي لتشفي شي خار، مو أكتر من هيك. دائما كنت انتي الصدر الحنون لكل القصر. ايه صح، انا بدي شي خاري طيب، بس ما بدي يكون حساب سعادتك. المرأة لحالها بدون رجال يحميها ما فيها تعيش. ابني ما فيه يعتني بحاله، كيف بده يعتني فيكي؟ شيخار مريض وبيطول ليتعافى، لهيك انتي لازم تنسي كل شي صار وتعتبريه كان كابوس. ابني شيخار مو بوعي، ولازم تفهمي، وما بدي اياكي تتعذبي معه. اسمعي، انتي لساتك باول عمرك، وحرام تضيعي حياتك مع ابني. الدكتور كتير بيحبك ومتمسك فيكي، فأنت ليش لا تضلي مع ابني وهو هيك؟ شفتي اللي صار اليوم، لأنه ابني شيخار مو بوعيه، لهيك كان عم يحاول يتحركش فيكي. ومثل ما قلتلك لازم تنسي كل شيء وترجعي لبيتك.